وللحديث حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيد حسن علي، رئيس قسم الإعلام في اللجنة الأولمبية البحرينية. بعد التحية سيد حسن، كيف أسهمت الرعاية الملكية السامية المتواصلة للحركة الرياضية في مملكة البحرين في تحقيق النتائج المشرفة وإعلاء أبطال البحرين منصات التتويج خصوصا على مستوى المنتخبات؟ نعم طبعا، في البداية أشكركم على هذا اللقاء. طبعا الحركة الرياضية في مملكة البحرين حظيت بدعم واهتمام جلالة الملك حفظه الله ورعاه منذ تسلمه مقاليد الحكم عام 1999، ومنذ تلك الفترة طبعا شهدت الحركة الرياضية البحرينية تطور كبير وقفزة كبيرة على صعيد تحقيق الإنجازات في كافة، طبعا على كافة المستويات، إن كان على مستوى المنتخبات والأندية. وطبعا يفتخر ويعتز الرياضيين بدعم جلالة الملك، إما من خلال طبعا تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة ماديا ومعنويا للأبطال، واستقبال أبناء الرياضيين بعد كل تحقيق إنجاز والشد من عزيمتهم، وطبعا تشجيعهم ودفعهم لتمثيل الوطن. وطبعا في إحدى اللقاءات لجلالته قال بأن الرياضي هو ثروة الوطن والتي يجب المحافظة عليها. وأيضا نستذكر يعني في عدة مواقف، منها في عام الذهب عام 2018 عندما طبعا أشاد جلالة الملك في خطاب السامي في افتتاح الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب بإنجازات الرياضيين، وهناك الكثير طبعا من البصمات والدور البارز لجلالته. وهنا أيضا يجب أن نستذكر الدعم واهتمام سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك الأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، في تنفيذ رؤى وتوجيهات جلالة الملك حفظه الله ورعاه. أيضا نستذكر طبعا جهود اللجنة الأولمبية البحرينية في هذا الصدد باعتبارها المسؤولة عن رعاية ودعم المنتخبات الوطنية في كافة الألعاب الرياضية وبالأخص الألعاب الجماعية، والدور البارز الذي يقوم به أيضا سعادة الأمين العام السيد محمد بن حسن النصف في دعم ورعاية تلك المنتخبات والوقوف على احتياجاتها. أعتقد أن الرياضة في العهد الإصلاحي لجلالة الملك حققت قفزات نوعية ودور كبير وإنجازات سنظل نستذكرها ببالغ الفخر والاعتزاز. طبعا يعني المواطن البحريني أو الرياضي البحريني لا يمكن أن ينسى الإنجاز الذي حققه منتخبنا الوطني لكرة القدم بفوزه ببطولة كأس الخليج 24 في إنجاز تاريخي كبير في العام الماضي. أيضا دعم واهتمام جلالة الملك بالرياضة أثمر طبعا عن وصول منتخبنا الوطني لكرة اليد إلى مونديال كأس العالم 5 مرات، وتأهل منتخبنا الوطني لكرة اليد إلى أولمبياد طوكيو 2020 في إنجاز تاريخي لأول مرة يتحقق للرياضة البحرينية على مستوى الألعاب الجماعية. كرة الطائرة أيضا كانت حاضرة في المشهد الرياضي بتحقيقها للعديد من البطولات الخليجية والعربية واستضافة الكثير من البطولات. أيضا كرة السلة كانت حاضرة في المشهد، وكانت يعني بفضل البطولات التي تحققها منتخبات الفئات السنية لكرة السلة على مستوى الشباب والناشئين طبعا خليجيا وعربيا. دعم جلالة الملك واهتمام جلالة الملك كان له دور بارز وفي يعني طبعا في تشجيع ودعم الشباب لتمثيل الوطن ورفع راية الوطن خفاقة عالية. لا ننسى أيضا توجيهات جلالة الملك ببناء المنشآت الرياضية وتوفير أفضل الظروف وتهيئة المناخ الملائم لجميع الرياضيين، وأيضا حتى الأندية حظيت بطبعا منشآت وحظيت بملاعب، وكان نعم هناك اهتمام باستقبال الأبطال. نعم السيد حسن علي، رئيس قسم الإعلام في اللجنة الأولمبية البحرينية، شكرا جزيلا لك.